مرحبا جميعا حضرة المشاهدين الأعزاء، وصلنا هيك عم نوصل لآخر حلقات. شوفي الحلقات الأخيرة من الركبة على البسكليت والمشي تحت الشموس. قالوا مشي، قريت مشي سواقة تحت الشموس. نحن حاليا لحظة شوي لأطلع فوق المطب. أوكي، نحن حاليا بركن الدين. بتوقع هيك مع هاي القرنة بنكون كتمنا أغلبية الأماكن اللي كان لازم نجي ونصور فيه، يعني هيك بكون غطينا 80% من الشام تقريبا. أيوة، هي جورة. أول مرة بنفض من جورة، أول مرة بشوف جورة بعرف انفض منها. الحمد لله صار في خبرة لا بآخر هالبرنامج. ف بركن الدين تحديدا بشارع صلاح الدين. ليش؟ حتى نروح على العيد. العيد اللي هو تركب فعليا. اي نعم، بس هذا مو شغال. يا حجي، هي وصلنا على العيد المهجور حاليا. يا رب يدخلك على الطلعات، يا رب تجينا من الطلعات. انا لا، حلاقي صفي قبل ما يطقوا رجلي. ومنحكي وصلنا هلا على ساحة المعركة اللي هي ساحة العيد، ولكنها تتحول لأرض المعارك، يعني مثل ببجي بتصير، بس يبلشوا 3 أيام العيد. أنا هون بتشوف بقى الأشكال والألوان والعجب العجاب والأشياء اللي لا يصدقها عقل. رح نبلش مع أكثر شيء مستفز وبشع بنشوفه بأيام العيد، الفتيش وفروت الخردة. بيقولوا بكره الوقفة بلشوا تاني يوم، الولاد بيتحضروا بيمونوا هالفتيش وهالطقطق وهالغراض، وبيقول لك المعطي خود وعطاخ وطيخ كل الوقت، وشي صواريخ وشي توم وشي دودة وشي أشكال وألوان غير فروت الخردق. بيقوصوا بعض فيها وبيلحقوا بعض فيها وبيقلعوا عيون بعض فيها. يعني فرد الخردق يا جماعة ما له لعبة هيك مهضومة، ما له فرد مي، ما له فرد إنه هذا يطلع صوت بس وبيضوي. فرد الخردق بيأذي، ممكن اذا اجى منطقه حساسه ممكن يعطب الشخص. يعني هي ابدا مو لعبه. ما بفهم مين اللي اخترع هي اللعبه، اللي كان عم يخترع هي اللعبه وقال انه هي لعبه للاطفال. وين كان مخه؟ شوفي بعدين. يعني انا بفهم انه يمكن مثلا نحن من 7-8 سنين لورا كان الواحد انه اوكي انه بيجيبوا فروده بيطقوا في التيش، لان الواحد يعني بقى اجواء الاكشن ما كثير عايشها، يعني فانه بيحب يمارسوها الاولاد، بيحب يعيشوها من فتره للثانيه. بس بعد كل الشيء اللي مرقنا فيه بهال8 سنين مو حاجة أكشن، ما شبعتوا أكشن؟ يعني الأطفال ما شافوا أكشن لولد ولدهم يعني؟ ولا عم بفهم الأهالي ممكن يشتروا لأولادهم هيك شيء؟ يعني في أولاد ممكن يأخذوا العيدية يغافلوا أهاليهم يشتروا فرد خردة، ولكن بالمقابل في ناس أهالي هن بينزلوا بيشتروا الفرد لابنهم. شو يا حشي عبت بدك تشغله قاتل مأجور بس يكبر؟ بفهم شو القصة. شوفي بعدين هالولد بفتحوا عينهم من الساعة 7 الصبح. هو طبعا الولد يعني بيكون ما بيفيق قبل الساعة 10-11. يوم العيد بفتح الساعة 7، يعني هو بيكون متحمس ليمارس نشاطات العيد. بفتح انه الساعة 7 وبينزل على الحارة وبيبلش طقطقة بهالفتيش وبيبلش تقويص على رفقاته وبيبلش ركض ولعب ومدري شو وبتياب العيد. يعني تياب العيد انه مو المفروض يكون رهجة، يعني تياب العيد مثلا ممكن نلبسهم على الزيارة، ممكن نلبسهم على المشوار، على مدينة الألعاب، بس الساعة 7 الصبح بتلاقي في ولادهم طقامين وشعراتهم على جنب ولابسين كل أغراضهم، البوطلة عم يضوي والبنطلون المكوي والقميص النظيف، ونازع بيقوص على رفقاته. ما في شيء مو ظابط، بتحس إنه هذا الولد الملاك اللي مطقم المرتب الأكابري، ليش هيك عم بيقشرن بحق الأولاد؟ ما بتعرف ليش، بتعرف إنه الدنيا عيد، إيه فهذا المنظر كله طبيعي، فبتقول لحالك أوكي خلص بتكمل نومتك أنت عادي بعدين. وبما إنه العيد بقى هو فرصة لحتى يعني الأولاد يلعبوا ويتسلوا، بيكون في عنا ألعاب العيد. بس في مشكلة إنه ألعاب العيد يعني القائمين على ألعاب العيد هن وين ما لقوا 4 أمتار فاضيين دغري بينصبوا فيهم مرجوحتين وزحليطة وبيرجع يصير خلاص. بتحول هذا الفراغ بتحول لعيد، مرجوحتين هون ومرجوحة هون وزحليطة هوني وكذا، خلاص تعب الشارع كلياته وبينعجق وبصير الطريق ما عاد يمرق منه لأنه في 4-5 مراجيح مع موزعين بكل الشارع. وإذا ما بدنا نحكي على هي التفصيلة اللي هي بهذا العيد المفروض احنا نتجاوزها وما نشوفها كثير، لأنه مشكورة المحافظة هالسنة أو هذا العيد طلعت قرار بيحدد
بتوقع 12 مكان بالمحافظة دمشق بيكون محصورين فيهم الأعياد والمراجيح والألعاب، وحددت فيهم كمان عدد الألعاب وارتفاع الألعاب، وكل هي التفاصيل صارت مضبوطة بقرار طلع هي السنة من المحافظة، فشكرا جزيلا لهم. لأنه حتى يعني لما يكون عندنا ساحة ألعاب مثل هي، فهي مثل ما بلش لعيب تتحول لمتاهة، خلص بتصير أنت تحس حالك وين رايح، رايح على تبع The Hunger Games، خلص يعني يعني بفوت يمكن ما عاد يطلع، يعني الولد اللي الولد الداخل مفقود والخارج مولود، لأنه بصير في عجقة وبصير في قول مراجيح ممكن يكون ارتفاع عم 7 أمتار المرجوحة، ممكن مثلا يعني أي طرقة براس الولد يقعد يقضي باقي أيام العيد في راس 12 قطبة بالبيت، يعني الموضوع بصير خالي من التنظيم تماما. ننتقل لحديقة الحيوانات والسيرك اللي بيفوت بقى على ساحة العيد والأحصنة اللي بصير تركها تركز بقى بين 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 الأولاد. شو الميازة؟ يعني ليش بصير في أحصنة بساحة العيد؟ شو فيها؟ يعني ما فهمت يعني ليش نحن يعني رايحين على المعركة؟ شو الميازة إنه ولد هالقد يطلع على على حصان ارتفاعه 4 أمتار ويمشي فيه؟ هو يا ريته حصان، يعني هو بأغلب الأحيان بيكون هو قديش، ما بيكون حصان، بيكون مهجن، يعني بيكون يعني نسبة الحصان فيه هي 1% 99% هي باقي الحيوانات. ممكن هو يحرم بأي لحظة، يوقع الولد ينفج تروح عينه كذا، وما في متعة صراحة، ما في متعة، يعني ما عم بفهم إنه يعني حتى أنا كنت ولد صغير وكنت شوف هذا الشيء وكنت جربه للحصان كذا، ما أحسه مسلي الموضوع، يعني شو يعني شو صار هلا، شو اللي صار غير إنه فات الحصان وصخ الدنيا، بفوت الحصان بيترك الدنيا خرابة، بيترك الأرض منكوبة، شو فيها معلم؟ يعني على الأقل أختي بامبرز للحصان، ما في داعي إنه يطلع الحصان من هاي الأرض، نحن بقى بحظر تجول يومين لأنه والله الريحة لا تطاق بتصير بساحة العيد. وساحة العيد برضو هاي بتصير يعني هي ساحة من ساحات أسبوع باريس للموضة، بيصيروا باسدين جهدهم لحتى هن إنه يعني يكونوا لابسين أحلى شيء، يكونوا مثلاً إنه كثير يعني بدايات العيد، هذا هو صوت، هو عيني عن الولد شو ممكن تعمل بالعيد، فا يعني ما في شيء ما تخافوا. بس بعض الشباب بساحة العيد بيرفعوا شنيونات، ليش؟ يعني موديل طنطسومية، شوفي ليش 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 بيصير بالعيد؟ يعني هذا الشعر المقلوب لهون بيكون واصل، شو هاي الغرة؟ يعني يعني هلا هذا الموديل هو يعني ما له كثير صبياني، يعني هن بيكونوا معمولين بطريقه تبع انه بتحس انه يعني الحلاق اللي عمله لهذا الموديل والخصل اللي طلعها بهي الطريقه الفنيه الساحره ما بيحسن عيدهم مره ثانيه، يعني هو هذا الموديل صالح مره واحده بس تعيده بيطلع شيء مختلف، لانه كثير معقد وكثير فيه تفاصيل، يعني خصله رايحه من هون وخصله طالعه من هون وضربين من هون وهو مفضي شعراته من هون ورافع بقى الغره العجيبه لورا، هي هيك شو صار على الدنيا؟ واذا ما كنا عم نشوف هي الموديلات الغريبه فنحن عم نشوف شخصيات مستنسخة بالطريق. شو يعني شخصيات مستنسخة؟ يعني انت مثلا تكون ماشي بساحة العيد كل مترين والتاني بيطلع لك جبل، فكان تيم حسن هون لا بيشبه، طب تيم حسن هون بيشبه، تيم حسن هون بيشبه، يعني هو موضوع ان احنا احلاقة العيد لازم تكون احلاقة مشابهة لبطل الموسم الرمضاني، يعني مثلا مين في عنا هلا عنا تيم حسن محتل الساحة والدقن والشعرات، فلازم كان انا ما لازم احكي على الدقن لانه دقني مخيفة، انا يا جماعة مروكر دقني بالبرنامج حاحلق بعد رمضان، شوفي بعد رمضان حالي ومهفف واموري ظريفة. احنا ما حكينا لسه، احنا هون هي الساحة هي بمكان سكن، يعني هون البنايات حوالينا هون، فأنا ما بعرف إذا فينا نوزع سدادات أذنين على سكان البناية، لأن عندنا 3 أيام من الصخب المستمر والثلاث أيام من العياط والثلاث أيام من الواع والويع، ما فينا نعمل شيء، عيد وأولاد بدها تفرح وحقهم، ويعني الله يعينه بقى اللي ساكن هون بده يتحمل لأنه الدنيا عيد، أكيد ما فينا نقول للأولاد والله لعبوا بس على السكيتي، ركابة مرجوحة وأنت متكتف ما فينا نعمل هيك، فعيدنا نتحمل يعني، فهي الضجة والطوشة هي يمكن حلوه لما تمرق منها تقول انه هي عم مبسوطين اولاد الله يبسطهم ان شاء الله هيك الله يبعث لهم ايام حلوه او شيء لما تمرق منها، بس لكن كنت ساكن فوقهم هيك ليل مع نهار عم تسمع صوتهم بصراحه انا ما جربت الشعور بس بقدر اتخيل شو بيكون شعور اهالي الحاره، ف يعني الله يعينكم ويحمل معكم. هي كانت عينه ولمحه عن ابرز الشغلات يلي بنشوفها بساحه العيد. انا حضل هون، انتم روحوا هلا روحوا على رمضان بيجمعنا تفرجوا على شو في عند سالم وهدى بعدي، وبنرجع بكره حتلاقوني كمان قاعد هون عم بستناكم نكمل حديثنا عن العيد ولكن برات الساحه، اجواء العيد بالمناطق المحيطه بالالعاب، هي بقى موضوع شوي بخص الكبار ما عاد بخص الاولاد، فمن هون لبكره انا عم بستناكم هون، تاخروا 4 ل 10 موعدنا وبشوفكم بكره، انا هون حاعمل لي حوصه هيك ضل 24 ساعه عم حوص هون مشان ما اروح على البيت وارجع، يعني وبلاقيكم، ف تيك كير.